السلام عليكم، انا بنشكر فاتحه، جيت من عين تاوشطاط، في عمري 43 سنه. جيت للجمعيه المغربيه للانقاذ باش نتجو يديروا لي العمليه، وفايت انا وقع لي مشكل في القلب وجالي شلل نصفي، ومشات لي اليد ومشى لي الرجل والفم والهضره والعين تعوجات. مشيت عند الطبيب قال لي راه خصك عمليه، وانا ما في السيطاج ديالي العمليه، كتطلب الفلوس كثيره. انا ام لجوج بنات، وانا الزوج ديالي مات وما عنديش الامكانيات باش ندير العمليه، وكنتمنى من هاد المحسنين والجمعيه يتكلفوا بيها.